كل قارئ بيبقى عنده imagination أو تخيل للموضوع بطريقته، فكل قارئ بيبقى هو المخرج بتاع العمل. فهل الناس هتتقبله أو هيبقى الأقرب لمخيلتها ولا لأ؟ بس نفسي طبعا أبقى جزء من مشروع كده يبقى فيه ريدي ناس تستناه وقارته وحبته وتشوفه على الواقع. انا ما اتفرجتش على هيبتا عشان مش عايزه، ما بحبش اكذب، فبتفرجت على الفيل الازرق، حبيته، حسيت فيه عنصر تشويق، حسيت طبعا انه في اختلاف عن الروايه، بس حبيته. هيبتا هتفرج عليه عشان احنا عندنا مشكله في المغرب بجد عندنا مشكله في المغرب في توزيع الافلام المصريه، فلما يعني بس لما بره مصر فبيبقى عندي مشكله ان انا اتفرج وابقى مواكبه للحاجه اللي لسه نازله في السينما، فبستناها لما تنزل على DVD أو تنزل على سينما.